السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس بخير؟ بون، جينا نهضروا على الندوه تاع الصحفيه تاع جمال بالماضي. على كل حال جبت لكم لقطات ندير لكم بالفيديو، كلام رائع جدا اللي هضروا اليوم، وكان يقول لهم باللي جابوما ملعب رائع ومحرز غير الضحك. اليوم مؤتمر صحفي غير الضحك، وفي 21 دقيقه تشوف مؤتمر صحفي كيكون بار اكزومبل مع ناس واحد كيكون في الجزائر، ما فهمتوا. وتانيك هضر واحد الكلام رائع، هضر الكلام على واسمو الصوت تاع واسمو تاع المدرب الكاميرون، وهضر تانيك على شكون الصحفي قصف واحد الصحفي. دوك نجيك رفيق واحد راني جبتها لك، على كل حال نبدا لك بها. واحد الصحفي سقساه قال له باللي لو كان زعما ما تكاليفاش ولا تما راك خايف بالك كيما نقولوا من البوست تاعك زعما ينحوك ولا تتنحى ولا. رد عليه جمال بالماضي بواحد الطريقه قسما بالله يا خوتي من اروع ما يكون. رياض محرز تانيك اليوم سقساوه، رياض محرز سقساوه، على كل حال نبداها لكم بها قبل ما نبدا ندير لكم لي فيديو لان ما ندير لكمش كاع لقطات. سقساوه قالوا له باللي الكاميرون شغل الجزائر جامي ربحتهم كيما قالوا في ماتش اوفيسيال وكذا. قال لهم رانا في 2020، قال لهم احنا ما نشوفوش الا الباسي، قال لهم حنا رانا نلعبوا، قال لهم ديجا ديفيرون بالمباريات اللي لعبناهم معاهم من قبل، وهذه بالذات هذه تاع كاس العالم ماشي تصفيات. نو تربح الكاميرون تروح لكاس العالم، يعني كاين فرق كبير. قال لهم احنا رانا جايين باش نربح باش نفوزوا بالمباراه هذه. بون، هذه رساله لك رفيق واحد والصحافه اللي راهي تقول جمال بالماضي. قلنا لكم باللي المدرب من داك صحافه اللي ما يحترموش حتى بيب غوارديولا، حتى كاع المدربين يكروشيو الصومبيتي مع الصحافه. ما تجيب لي زعما جمال بالماضي معاه، وين يروح جمال بالماضي بنفس العقليه؟ وراك على بالك في مصر كيفاش قصف الصحفي تاع مصر في 2019، ماشي غير مع الجزائريين. اروح نوري لك، شوف Rien du tout, là vous avez, j'ai même pas envie de vous répondre à la limite. Parce que vous n'avez pas à parler de ça. On était bien jusqu'à présent, à pas à parler de ça. Vous ressassez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc je m'arrêterai là. حبسوا نهار ديريكت، قالوا ما نجاوبكش، هذه هي اللي دارها في الجزائر. قال ما جاوب، قال لك كيفاش جمال بالماضي ما جاوش؟ قال نهار راكو تعاودوا في نفس الاسئله. هاد الصحفي سقساه قال له باللي كيما الكاميرون كيما الجزائر اي اخفاق يقدر يدور الشعب كيما نقولوا على الكاميروني على الاتحاديه ولا على المدرب. قال له ثاني الشعب الجزائري يقدر يدور، دخلوا في واحد اللاعب والله ما نعرفه يا خوتي طرومو بالك نعرف ما نعرفش القصه تاعو. قال له لاعب كاميروني كان راح يلعب في الجزائر وكذا وما على باليش ما فهمتش واش يقصد بهذاك اللاعب لان ما نعرفش القصه تاعو. جمال بالماضي قال له كنا بيان، قال له بديت تطرح واحد الاسئله وكذا ومنها، قال له ديجا ما نجاوبكش كاع ناضو خليها راك تسمع رفيق واحد باش ما تقولش باللي غير مع الجزائريين. بون، نبداو بالتصريحات الاولانيه. كانت تصريحات رائعه جدا وواحد الضحك يا خوتي، سيرتو رياض محرز قال لهم واش جبتونا جابوما خلاص يعني جابوما بالماضي. قال لهم حنا كنا حابين نحوسوا الكاميرون وكديتونا ملاعب واحده اخرى. بون قبلتوا جابوما جا دوك نجي على كل حال نخليكم تسمعوها باش نقصروا فيها. بون نبداو بهذه. L'attaquant en face de lui, il s'appelle Nuno Tolo. Que savez-vous de lui, Rian? Il joue à Seattle. Effectivement. Alors, que savez-vous de lui? C'est la question. Merci. Ah, comme il a dit le coach, il joue à Seattle. Je crois qu'il avait un petit souci musculaire dernièrement. Comme tu as dit, c'est peut-être qu'un super défenseur, il a l'habitude d'éteindre les ailiers. Bon, moi j'ai l'habitude de jouer tous les week-ends contre des très 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 bons défenseurs aussi, des très gros défenseurs. Et voilà, on verra demain si lui aussi c'est un gros défenseur. Bon, هنا الصحفي سقسى رياض محرز على المدافع تاع الكاميرون اللي راح يواجه رياض محرز. قال له واش رايك فيه؟ قال له يعني في المواجهه تاعو كذا تعرفوا واش عندك رايك فيه. بون جمال بالماضي نطق من هيها، قال لهم بو يعني عنده ثاني كان عنده مشكل في كيما نقولوا مسكيلر، يعني كان عنده مشكل في العضلات. يعني جمال بالماضي قرعج، يعني حب يعطي لهم رساله باللي راني نجيب كاع الاخبار تاعكم من التدريبات ومن كذا التقرعيج، يعني راني جايب اخبار. بداو يضحكوا تما فهموها هما. رياض محرز قال له بون، قال له هو يعني لاعب مليح، لاعب رائع، قال له مدافع مليح ومدافع. قال له على كل حال انا كل اسبوع نلعب ضد اعلى المدافعين، يعني مدافعين من عالم اخر، يعني على بالكم في الدوري الانجليزي الممتاز.
قال لهم على كل حال هو تاريخ متحف رائع. بداوا يضحكوا على كل حال. بون نجوا لواحد هذه سمعوا نورمالمون هذه هي يا خالتي سمعوها. بون هنا دوك خليكم هنا السؤال تاع الصحافي يا خالتي سقساه اللي قلت لكم عليه قال له باللي تما الخساره لو كانت خساره ولا هذا ماشي اللي ناضو خلاه هذا قبل اللي ناضو خلاه قال له باللي يا هل ترى يعني باللي ضغط ضغط كاين ضغط على المدرب كيما نقولوا والجماهير راهي حابه كيما نقولوا باش تحقق تروح لوسمو لاكوب دي موند ولو اي اخفاق ولا راح يكون راهو هل هذا ضغط عليك بار اكزومبل الاخفاق انه بار اكزومبل كي تخفق بار اكزومبل يعني بلاستيك راحت حاب يقول يعني اي اخفاق ولا راح يشكل خطوره على المنصب تاعك يعني فهمت كيفاش جمال بالماضي بدا يضحك على كل هذا ونخليكم الجواب تاعو Évidemment que nous avons envie d'offrir à notre peuple la possibilité de nous voir, de voir jouer son équipe nationale à sa prochaine Coupe du Monde. Ça, au même titre que le Cameroun. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde est sous pression. Mancini, par exemple, il est sous pression en Italie. Il a deux matchs très, très, très importants. L'entraîneur du Portugal est sous pression. Ce métier-là, si tu ne veux pas être sous pression, tu ne le fais pas. Donc, qu'est-ce que c'est quoi cette pression? On ne va pas me tuer. Voilà, perdre ma place, j'attendrai pas qu'on me licencie. Si on ne se qualifie pas, ça sera un échec. Je prendrai mes responsabilités. Pas de problème là-dessus. Je prendrai mes responsabilités. Voilà, c'est pas une question de garder un poste. J'en suis pas là, moi. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Avec mon pays, c'est pas ça. Avec mon pays, c'est j'ai envie que mon pays participe à une Coupe du Monde. Pour notre peuple, pour ces joueurs qui le méritent, parce qu'on est sur une constance depuis à peu près 4 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a cette envie, cette détermination de vouloir se qualifier. C'est seulement cette pression-là, pas d'autre chose. Pas de perdre un emploi ou un truc comme ça. Non, pas du tout. بو هنا يا جمال بالماضي جاوبه قال له باللي كيما نقولوا الضغط هذا ضغط عادي الضغط انا ماذا بيا كيما نقولوا مفرح الجمهور الجزائري الشعب البيبل الالجيريان مفرحوا بالتاهل للمونديال قال له هذا الضغط هذايا عادي قال له عادي بالنسبه كيما نقولوا المدرب تاع ايطاليا اللي عنده زوج مباريات مهمه تاع البرتغال قال له الضغط هذا يجي على المدربين يعني الخدمه هذه اللي رانا نخدموا فيها لازم لها الضغط كي ما يكونش عندك ضغط تما ما كانش كرة قدم والكرة قدم لازم يكون فيها الضغط ربح مباريات صعيبة وكذا يعني القصد تاعو هكذايا قال له ولكن قال له انا يا ماشي قريب قضية انه بار اكزومبل راني خايف باش طير بلاستي قال له انا ماشي تاعي هذه يا فهمت قال له انا يا هذه من ناحية الجزائر قال له افيك مون بي يعني هذه مع بلادي ما يهمنيش انا بوست تاعي يروح ولا ما يروحش انا الشيء اللي يهمني بلادي تتأهل كأنني أنا تانيك مشجع يعني مدى بيا بلادي تتأهل أما البوست تاعي نروح ما نروحش قالوا أنا هذه يعني الأمر ما يهمنيش مش هذا هو المهم عندي المهم بلادي تتأهل قالوا اللاعبين هادو ما اللي يستاهلوا باش يروحوا الشعب اللي يستاهل باش يشوف بلاده باريكزوب تروح لاكوب ديما قالوا هذا هو الضغط اللي راني فيه الضغط باللي راني حايب كيما نقولوا بلادي تتأهل لاكوب ديموند ماشي باش خايف على بلاصتي هذه هي اللي حب يقولها له بون كاين تانيك وحدة شابة والله 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 باش ما نساهم هذه هي Pour répondre à ça tranquillement, Blida, ça fait seulement 7 ans qu'on y est.
Tandis que vous, vous alternez un peu ici et là, mais c'est plus 75-80% à Yaoundé, 2-3 matchs par là. Nous, ça fait 7 années qu'on joue à 22 ans quoi? 2 ans que quoi? Bah, vous avez, les gars, soyez. بون هنايا سقساوه على رياض محرز، سقساه صحفي جزائري، سقساه قال له باريسوب الحلم تاعك تروح لاكوب دو موند، عطينا الحلم تاعك لان راح تلعب في ملاعب مليحه وتما اللي البالون تهدر تما. صحافه الكاميرون يبداو يهضروا، يعني قصدهم باللي هنايا ما تمشيش عندنا في جاموما. رياض محرز قال لهم علاش راكم تهضروا عليا؟ قال لهم تما حبيتوا جبتونا انتوما لجابوما، حبيتوا جابوما؟ قال لهم عندكم، قال لهم عندكم ملاعب شابين هنا في الكاميرون. قال لهم هاكي يشعلوا على كل حال. قالوا ومن بعد نطق بالماضي من هنا، قال لهم باللي احنا كنا حابين نزوروا الكاميرون، كاين ياواندي، كاين يعني ملاعب واحده اخرى يقصد بو. قال لهم حارس، قال له فيكسيتونا هنايا وبالماضي، قال لهم تحبونا على هذيك اللي شديتونا لهنايا في هذا الملاعب. نطق صحفي كاميروني، قال له انتم تانيك حبيتوا تربطونا في بليده. قال له جمال بالماضي حبس، قال له احنا عندنا 7 سنين احنا نلعبوا في بليده، ما بدلناش ستاد. قال له انتم كنتوا تلعبوا تقريب اكثر من 50% من المباريات تاعكم، اغلب المباريات تاعكم كنتوا تلعبوها في ياواندي، بصح يعني جبتونا الامر واحد اخر الجابوما. شوفوا خوتي هضر على المدرب تاعهم كان رائع، اسمعوا يا ربي نلقاه ما تخلطليش برك. Déjà, vous donnez l'opportunité de saluer Rigo Bersang et voilà, lui souhaiter bonne chance dans sa carrière d'entraîneur. On espérera qu'il fera de grands résultats à l'image de sa carrière de joueur et de capitaine exemplaire, mais après le 29 mars. Donc, en attendant. قال لهم باللي كي بدا يسقسي، قال له مزي عطيتني الفرصه باش نوجه تحيه لسونغ المدرب تاع الكاميرون. قال له على كل حال نتمنى له كل التوفيق والنجاحات. قال له كيبان اللي قدمها كلاعب ان شاء الله ينجح في التدريب تاعو هذايا. قال لهم ولكن بعد 29 مارس، يعني اصبر ناكلوا حنايا نربحوا ومن بعد النجاحات تبدا من بعد التاهل تاع المونديال، كي نتاهلوا هنا ومن بعد خليه ينجح على روحه. بداوا يضحكوا، هذا هو الاهم اللي جبتهم خاوتي، ما نطوش عليكم ونتلاقاو ممكن ان شاء الله في فيديو ومن بعد ان شاء الله. ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.